السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. يوم الأحد 6 فبراير 2022 كنت في الشغل عندما علمت بموت العظيم السيد القمي. في الحقيقة لم تكن صدمة بالنسبة لي، لأني كنت أعلم إنه مريض أولاً، وثانياً لأن الموت ما هو إلا نهاية الدور في الحياة الذي يجب أن نقوم به، والسيد القمني قام بدوره على أحسن وجه ورحل وهو مطمئن البال والضمير، هنيئاً له وليرقد بسلام. منذ تقريباً 24 سنة من ترك الإسلام ووجودي على الإنترنت، رأيت قامات كبيرة قد تركت هذه الحياة، منهم على سريره، ومنهم بالإعدام، ومنهم غدرا وعدوانا. أتذكر في سنة 1998 عندما حصلت على أول كمبيوتر لي، تعرفت على السيد عبد الله القسيمي وقرأت له كثير، ومنهم هذه الأبيات التي أثرت علي تأثير كبير. يقول عبد الله القسيمي: ذهبت إلى الغار، غار حراء، غار محمد وإله وملاك. دخلت الغار، دخلته، صدمت، ذهلت، فجعت، خجلت، خجلت من نفسي وقومي وديني وتاريخي وإلهي ونبي، ومن قراءاتي ومحفوظاتي. أهذا هو الغار؟ أهذا هو الغار؟ ذهبت إلى الغار الذي ولد وورث وعلم ولقن وألف وحرض وخلد أقسى أقوى أغبى وأجهل وأدوم إلهيات ونبوات وديانات ووقاحات ووحشيات. في الحقيقة هذه الأبيات أثرت علي كثير. هذه الأبيات بلسان عربي فصيح لخص عبد الله القسيمي الإسلام في عصرنا هذا وفي كل العصور. أول ما قمت به بدأت أبحث عنه، وهل هو في قيد الحياة أم لا، وكنت متأكد 1000% إنه قتل أبشع قتلة. ولا تتصورون بهجتي وفرحتي عندما علمت إنه مات على سريره في مصر بعد صراع مع المرض في يوم 9 يناير 1996. فقلت له: هنيئا لك، فارقد بسلام. وعندما علمت بموت السيد القمني بعد صراع مع المرض، أول ما تذكرت عبد الله القسيمي وقلت نفس الكلام: هنيئا لك. وتذكرت موت نوال السعداوي في 21 مارس 2021 في مصر أيضا. ثم بعد ذلك تذكرت كثير من أصدقائي الذي تركوا الإسلام وتركوا هذه الحياة وماتوا، مثل جون برو وغيرهم. كما تذكرت من قتل غدرا مثل فرش فودة، ومن أعدم مثل محمود محمد طه. ثم تذكرت الشخصيات في التاريخ الإسلامي من الرواندي والمعري وغيره. وطبعا لا أنسى من مات ولا نعلم عنه شيء. في الحقيقة حصل لي الشرف إنني تعرفت على السيد القمني
في حياته، خاصة في السنوات الذي اقترب من الملحدين. رأيت فيه إنسانا بأتم معنى الكلمة، بغض النظر هل اتفق معه أم لا، لأنني تعرفت قبل كل شيء على إنسان استطاع أن يترك 16 كتاب لا يمكن محوهم ولا حرقهم في هذا الزمان. طبعا رأيت الحملة التي تم شنها من طرف الأزهر وذيول الأزهر ومن الجهال ضد السيد القمي. لا يمكن أن نحكم على إنسان بما قال في ظروف معينة أو في حالة غضب أو لكي يستفز من استفزه. هذا ما عرفته عن القمي، إنسان يتأقلم مع كل الظروف ويلعب لعبتهم الذي يلعبونها المسلمون، من تقية وإظهار خلاف ما هو في الباطن لكي يؤثر فيهم ولكي يصل إليهم. نحن نعلم إن المسلمين دائما عندما إنسان يعرف إنه ملحد لا يسمعون إليه، والسيد القمي فهم هذا ويعلم هذا، ولهذا اختار هذا الأسلوب في التعامل مع المسلمين. لا يمكن أن ألوم القمي أو غيره لو اختار هذا الطريق لكي يؤثر ولكي ينجح، والقمي لقد نجح في ذلك. لا يمكن أن نحكم على إنسان على جزيئات أو فلتات لسان وننسى الأعمال الكبيرة الذي قدمها لنا. فنحن بشر نخطئ ونصيب ونتأثر ونؤثر ونتطور ونتغير. هذا هو الإنسان وهذا السيد القمي الذي عرفته. قال لي مرة: حربنا ليس ضد الإسلام بل ضد علماء الدين وضد الأزهر. وفي الحقيقة أقنعني بذلك، بهذه الفكرة التي يمكن عندما ننظر إليها نراها بسيطة ولكن تعبر عن عمق وفهم للحقيقة. حيث من هو المدافع عن الإسلام اليوم؟ من هو المدافع على القرآن وعلى البخاري وعلى ابن كثير وعلى الطبري؟ هل هو محمد؟ أم الصحابة؟ أم من كتب هذه الكتب؟ لا، المدافعين الحقيقيين عن هذا الجهل هم علماء الجهل من الأزهر ومن قم. هؤلاء يجب محاربتهم فكريا. أما الإسلام بحد ذاته لا قيمة له بدون هؤلاء وبدون القطيع الذي يتبعون. لا أريد أن أطيل كثير في هذه الفيديو، فقط أريد أن أعبر عن رأيي وأذكر شهادة للتاريخ في هذا الرجل العظيم الذي لم تطول أيادي المسلمين، لم تطول جسده الطاهر لكي يدنسوه، فأرادوا أن يدنسوا مصداقيته وإخلاصه ودعمه للحرية. اطمئنوا أيها الغوغاء، اطمئنوا أيها المجرمون، السيد القمي مات وغيرهم كثير من الأحرار ماتوا وفكرهم باقي رغم أنوفكم ورغم عدم إنسانيتكم. وإن الكثيرين سوف يولد وكل يوم موجودين أحرار لكي يحاربوا فكركم الفاسد. وأنا جدا فخور بإيزيس بنت السيد القمي. بالفعل السيد القمي لم يترك لنا مشاعر فقط وفكر فقط، بل ترك لنا مرى بأتم معنى الكلمة، الدعم لها. وكل ما صرحت به فهي لا تتكلم باسمه فقط، بل تتكلم باسم مئات الآلاف من تاركين الإسلام البغيض. وأعيد وأكرر، لا خضوع
لا استسلام حتى يسقط الإسلام. إسلام الأزهر وقم إلى الأبد، وذلك قريبا، أليس الصبح بقريب؟ وما هذه الضوضاء والسب واللعن والاتهامات وتقليل الشأن؟ ما هي إلا تخبط الديك بعد ذبحة، لأنهم يعلمون إن الإسلام لا يمكن ولن يمكن أن يتواصل بهذه الطريقة مع تطور الإنسان وتطور الوعي. أختم هذه الفيديو وأقول سلام واحترام إلى السيد والسيدة القمني. سلام، تحياتي.